والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب تانية إعدادي، تعالوا كده النهاردة نبدأ مع بعض مراجعة قواعد الترم الأول كاملة والفاينل ريفيجن لمادة اللغة الإنجليزية للترم الأول سنة 2021. هنبدأ دلوقتي مراجعة كاملة على الترم الأول، بس أهم حاجة يعني ما ننساش قبل ما نبدأ مع بعض سبسكرايب الحلوة بتاعتكم واللايك والشير والكومنتس، وتابعونا دايما عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا نبدأ مع بعض. يلا كده بقى شطار طلبة الإعدادي، نراجع مع بعض زمن المضارع البسيط The Present Simple Tense. الزمن ده بيتكون من التصريف الأول للفعل. يعني ايه تصريف أول؟ ليه شكلين بقى، إما مصدر الفعل اللي هو الفعل زي ما هو مجرد بدون إضافات، وده بيجي مع إيه بقى؟ مع I, we, you, they، أو أي اسم جمع أو ضمير جمع من اللي إيه؟ اللي فوق دول. مثال example I go, we study. طيب لو كان بقى الفعل عندنا مفرد من he أو she أو it، اللي هو ضمير مفرد أو حتى اسم مفرد، في الحالة دي بنجيب infinitive اللي هو المصدر ونزود له s أو es أو ies. مثال على كده he goes أو she studies، وخلي بالك ال i اتقلبت هنا أو ال y اتقلبت إلى i es، لأن study كان آخره y مسبوقة بساكن. تعال بقى نشوف النفي. النفي عندنا في المضارع البسيط بأدتين اتنين اللي هي don't أو doesn't، والاتنين هيتبعهم infinitive اللي هو مصدر الفعل، يعني الفعل زي ما قلنا تصريف أول بدون إضافات. طب don't بتاخد إيه؟ I, we, you, they، و doesn't تاخد المفرد he, she, it، ومعهم طبعا أي اسم إيه؟ مفرد. ناخد مثال رضوى and رحمة cook will، الاتنين جمع خدنا cook، لو كانت واحدة منهم كنا هنقول cooks، فعشان كده احنا خدنا إيه؟ cook. تعال ننفي بقى they don't hurt anyone، دول ما بيأذوش أي حد من their friends من أصدقائهم. يبقى هنا إثبات وده النفي. تعال بقى ندخل على الجزء اللي بعده. هنا في الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط، هنركز على أول جزء منها اللي هو every. طبعا every week بقى every month every year always usually often not often how often sometimes regularly generally from time to time rarely scarcely seldom hardly ever ever never. طبعا دول اهم الكلمات الداله على مضارع بسيط عندكم، وكل كلمه معاها معناها، والكلمات الباقيه ابقوا اقروها من باب العلم بالشيء. تعال ناخد ملحوظتين كده بسرعه. لو عندي فعل يا مستر اخره او او اكس او اس او اس اس او سي اتش او اس اتش او زي، الافعال دي في الحاله دي هنزود لها أو نضع آخرها ES، بس لازم يكون الفاعل مفرد. زي إيه؟ دو هتبقى does، fix تبقى fixes، miss هتبقى misses، طبعا لأن هنا ده آخره O وده آخره X وده آخره SS، عشان كده زودنا الـ ES. تعال على الملحوظة اللي بعدها، الأفعال اللي بتكون آخرها Y، الواي ده مسبوق بحرف متحرك من الخمسة A E I O U، هتبقى الواي كما هي ونضع اس، زي stay stays اللي هو يبقى او يقيم، وعندك باي بايز وباي وبايز، ومعهم كمان employ employees اللي هي يوظف. الافعال بقى اللي اخرها واي، الواي مسبوق بحرف ساكن، في الحاله دي هنعمل ايه في الواي؟ هتقلب الواي الى اي ثم نضع اي اس برضو مع الفعل الايه؟ المفرد. هناخد مثال كده study studies، قلنا الواي اتقلبت الى اي اي اس، وكراي كرايز، وهكذا. تعال على تكوين السؤال العادي. لازم نبدا السؤال باداه الاستفهام، الفعل المساعد اللي يكون عندنا هنا دو او داز لان احنا في مضارع بسيط، الفاعل الفعل الاساسي، مكملات. هناخد مثال وير داز شي جو افري ويك، اين تذهب كل اسبوع؟ قال هنا شي جوز تو ذا ماركت، يبقى she goes لأن هي مفرد، إلى السوق every week يعني كل إيه؟
أسبوع. تعالى أو تعالوا ندخل على اللي بعد كده. عندك السؤال بقى بمعنى هل؟ ببساطة شديدة هنجيب دو أو داز. دو بتاخد فاعل جمع وداز بتاخد فاعل مفرد، والاتنين لازم يجي بعدهم مصدر الفعل انفينيتيف. قلنا دو أو داز في السؤال، ودونت أو دازنت في النفي، لازم يجي بعدهم إيه؟ المصدر. هناخد مثال واحد. Do you like pizza؟ هتقول لي yes I do أو yes we do، لأن إحنا عارفين إن you بتحول إلى I أو we، فينفع تقول لي yes I do أو yes we do. No I don't أو no we don't. سيبك من الجزء الباقي دوت، خليه قراءة وتعالى على الجزء اللي بعده عشان نعمل أسئلة في المبني للمجهول passive questions. ده كله إحنا في الوحدة الأولى. هنعمل هنا سؤال عن المادة التي صنع منها الشيء. هنقول ايه بقى؟ What is، نحط الاسم المفرد او الضمير ونقول made of، يعني مما صنع الشيء. هتيجي هنا تقول لي بقى الشيء اللي احنا بنتكلم عليه is made of، وتقول لي المادة بتاعته. تعال خد المثال. What is the table made of؟ مما صنعت الترابيزة او المنضدة؟ قال the table is made of wood، يعني مصنوعة من الايه؟ من الخشب. أو بدل ما أقول ذا تيبل أقول إت إز ميد أوف وود، يعني هي مصنوعة من الإيه؟ الخشب. لما نيجي بقى نسأل عن الجمع هقول لك وات آر، مع المفرد كان وات إز، مع الجمع وات آر. برضه الشيء اللي هنسأل عليه ولازم يكون هنا جمع سواء اسم أو ضمير، وبعدين ميد أوف، والإجابة هنقول الشيء الجمع آر ميد أوف والمادة. خد مثال. وات آر كارز ميد أوف؟ مما تصنع السيارات. هقول لك كارز او ذي، ار ميد اوف ميتال، يبقى السيارات مصنوعه من الميتال المعدن. وتعالى ندخل على يونت 2. كده خلصنا يونت 1 زمن مضارع بسيط، طبعا ده ملخص كده. خش بقى على زمن مضارع المستمر، ذا بريزنت كونتينوس تنس. مضارع مستمر بيتكون من ام از ار والفعل زائد اي ان جي. طبعا الفي دي اختصار كلمه فيرب، يعني الفعل باللغه الانجليزيه. وعارفين احنا طبعا ان ام بتاخد اي، از بتاخد المفرد هي شي ات، ار بتاخد الجمع وي يو ذي. عشان تعمل نيجاتيف يعني نفي هتحط نوت، وبرده الفيرب ان جي زي ما هو. بيعبر بقى عن ايه مضارع مستمر؟ فعل يحدث في المضارع ومستمر اثناء الحديث، يعني لسه شغال، أو خطط شخصية للمستقبل لها يعني تحكم وترتيب زي ما هنبقى نقول بعدين. إيه بقى الكلمات الدالة الكلمات الدالة على مضارع مستمر دوت؟ عندك ناو مثلا، أو رايت ناو، لوك، ليسن، ستيل، ات ذا مومنت، ات بريزنت، ان ذا بريزنت تايم، والباقي خدوه قراءة. أوكي؟ يبقى دي أهم الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر، اللي هو بيتكون من إيه قبل ما نقلب؟ am is are الفيرب اي ان جي. في ملحوظتين هنا. لو عندنا فعل اخره اي هنحذف الاي ثم نضع اي ان جي، زي invite inviting، dance dancing، write writing. طب لو عندنا فعل بقى اخره حرف ساكن، الساكن قبله متحرك يعني مسبوق بحرف متحرك، هنضاعف الحرف الساكن اللي هو الاخير، يعني clap clapping، sit sitting، run running. ضعفنا طبعا حرف البي هنا والتي والان وسويم الام فيها والال في travel traveling، لان قبل كل حرف من دول حرف متحرك من الخمسة اللي قلنا عليهم. عشان نعمل سؤال هنا ببساطة هنجيب اداة الاستفهام وفعل مساعد. مثال اهو، what are you doing at the moment؟ ماذا تفعل في هذه اللحظة؟ هتقول لي I am studying English. طب where is he going now؟ هتقول لي he is going to the club now، يبقى هو ذاهب إلى النادي الآن. تعالى ندخل على الجزء اللي بعد كده. نرجع هنا. في بقى السؤال بمعنى هل؟ هنبدأ طبعا am is are، وكل واحدة بتاخد الفعل بتاعها. am بتاخد I، is بتاخد المفرد، are بتاخد الجمع، ولازم يكون عندنا verb I ing، والمكملات compliments و question مارك. هنقرا مثال واحد. Is Ali playing chess now؟ هل علي يلعب شطرنج الان؟ هنقول yes he is او no he isn't.
ناخد مثال على الجمع. Are horses running fast in the race؟ هل الخيل بيجري بسرعة؟ ولاحظ ان horses جمع، هتقول لي yes they are او no they aren't. يا مستر ده horses غير عاقل، هقول لك بس جمع تاخد they، لو كانت مفرد تاخد it زي المثال اللي قبلها بتاع monkey. اوكي، يبقى هنا horses تقول yes they are no they aren't. تعالى نشوف الجزء اللي بعد كده. عندنا هنا حاجة اسمها تعبير زمن المضارع المستمر عن المستقبل، اللي هو طبعا هيكون في عندنا خطة شخصية لها ترتيبات. يعني ترتيبات الفعل يرتب الرانج بأي تصريف بقى، الرانج أو الرانجد، وهناخد مثال عليه. ما تيجي تقول لي مثلا I won't play with you tomorrow، أنا مش هلعب معاك بكرة. ليه؟ I am visiting my friend at hospital، يبقى لأني هزور صاحبي في المستشفى. دي حاجة كده في أزمنة المستقبل، يعني هناخدها سريعا وبعد كده هتقابلنا تاني في السنين القادمة. تعالى على اللي بعده. عندنا دلوقتي زمن الماضي البسيط، The past simple tense، وقلنا الزمن ده بيتكون من التصريف التاني للفعل، سواء كان الفعل منتظم أو فعل شاذ. المنتظم ده بنعمل فيه إيه بقى؟ افتكروا كده، بنزود دي أو إي دي أو أي إي دي لما يكون في واي مسبوقة بساكن. هناخد مثال help هتبقى helped، زودنا له اي دي بس. invite كان اخره اي اصلا، زودنا دي بس عشان يبقى ماضي بسيط. try tried قلبنا الواي عشان طبعا كان قبلها حرف ساكن اللي هو الار، بقت اي اي دي. امال الفعل الشاذ نعمل فيه ايه؟ يصرف ويحفظ كما هو، زي go هيبقى went fly flew. طب عايزين ننفي في الماضي، لازم يكون عندك هنا didn't وبعدها المصدر، يبقى didn't لازم برضو الفعل بعدها يرجع الى مصدره، وdidn't بقى بتاخد كل الضمائر سواء كان مفرد او جمع. ماضي بسيط بيعبر عن ايه سنة تانية اعدادي؟ بيعبر عن فعل بدأ وانتهى اثره في الماضي، او بيعبر عن تتابع قصة او احداث قصة في الماضي، وبيعبر عن عادات كانت بتحصل فين في الماضي. تعال نشوف حكاية الواي زي ما قلناها في المضارع البسيط، نقولها في المضارع في الماضي البسيط. لو عندنا واي مسبوق بمتحرك هتبقى كما هي، وفي الماضي هنزود اي دي. هناخد مثال واحد، stay هتبقى هنا stayed. طب الواي او الافعال المنتهية بواي مسبوق يعني قبله حرف ساكن، في الحالة دي هتقلب الواي الى اي ونضع اي دي. هناخد مثال study هيبقى studied. لاحظ ان ده كان في المضارع البسيط، في المضارع كان studies، احنا هنا في الماضي بقى studied. تمام، وماري مارد. تعالى نشوف الصفحة اللي بعد كده. عندنا بقى لو في فعل اخره حرف ساكن، الساكن ده قبله متحرك، بنضاعف الحرف الاخير اللي هو الساكن، يعني stop stopped. الكي ووردز الكلمات الدالة على الماضي، last ودي مهمة، last week بقى تقولي last month last year last Friday. ago ودي بيجي قبلها بقى الزمن، يعني هتقولي a week ago مثلا. yesterday the other day in the past in واي تاريخ ماضي، once أو one day والباقي ارو. طيب عشان نعمل سؤال برضو، الاداة والفعل المساعد، الفاعل subject، المين فير، الفعل الاساسي complements مكملات، وquestion mark. when did they leave last night أو they left at 10 p.m. اوكي، خش على الجزء اللي بعده. سؤال، هل في الماضي هيكون عندك did؟ لان did طبعا هنا فعل مساعد وفي الماضي، وهيجي هنا بمعنى هل. did you visit the zoo yesterday؟ هتقول لي yes I did او no I didn't. وطبعا احنا قلنا ان you دي ممكن تحول الى I او we، يعني ممكن تقول لي yes I did او yes we did، no I didn't او no we didn't. تعال على اخر حاجة هنا في الصفحة دي، ان عندك was اللي افعال to be في الماضي نفيها wasn't. طب was بتاخد ايه؟ تاخد I he she it، اوعى تتلخبط، was بتاخد I مع he و she و it. طب where بقى؟ نفيها weren't، وبتاخد ايه من ضمائر؟ تاخد الجمع we you they. مثلا where were they yesterday، يعني اين كانوا هم. ولاحظ ان هنا where من غير h اللي هي معناها كانوا، where اللي فيها h اللي هي اين.
يبقى تقول لي they were at home، يعني كانوا في المنزل. خد سؤال في الماضي، ما تيجي تقول لواحد أين ذهبت بالأمس؟ Where did you go yesterday؟ وديد رجعت الفعل إلى إيه؟ مصدره. هتقول لي I went to the zoo. طب when did you fix your bike؟ هتقول لي I fixed my bike last week. How was your weekend؟ How خباك أنا was ماضي بسيط، هتقول لي بقى It was great. I went to a party. How was your trip to Aswan؟ How was هنا معناها كيف كانت، يعني كانت عاملة ازاي بقى؟ It was amazing. هنا خد لي حاجة على because كده، because طبعا معناها لأن أو بسبب، بيتبعها جملة فيها سبب. تيجي تقول لي I didn't go to school. ليه؟ Because I was ill. Although بقى معناها بالرغم من أو مع ذلك، تيجي مع جملتين متناقضتين. يبقى although he is old، بالرغم من هو عجوز، he works hard، يبقى بيشتغل إيه؟ بجد أو يعني بنشاط كبير. عندك يونت بقى 3 هندخل على قاعدة used to، وخلي بالكوا دي مهمة سنة تانية إعدادي وبتيجي دايما في الامتحان. used to قبلها فاعل عاقل، يبقى هنا بيتبعها مصدر ومعناها اعتاد أن في الماضي، دي عادة إيه؟ انتهت. إن في بقى used to هتبقى didn't use to والمصدر. didn't used to والإيه؟ وطبعا لازم نرجع الفعل الى مصدره. اعمل سؤال، اداه did الفاعل used to المصدر. طب سؤال، هل هنبدا بديد؟ ببساطه شديده خد مثال، تقول لي كده he used to walk to school when he was a student. يبقى هنا كانت عاده في الماضي ودلوقتي ما عادتش بتحصل. عكسها بقى اهو she didn't used to get up early، ما كانتش متعوده تصحى بدري. معنى كده ان هي دلوقتي بقت ايه؟ تصحى بدري. الكلام ده before getting the job، يعني بدأت تصحى بعد الحصول على الوظيفة بقى. طبعا دي ملحوظة كده عابرة مش عليكم دلوقتي، بس خدوها من باب العلم بالشيء. لو جه بي حاجة من أفعلته بي أو جيت قبل used to هيتبعها verb ing، ولو جه طبعا معها فعل غير عاقل يبقى هنا هترجع لمعناها يستخدم لكي، مصدر يستخدم لأجل verb ing. دي قراءة كده، ويخشوا على الجزء اللي بعد كده. يونت 4 زمن الماضي المستمر. ماضي مستمر was aware الفيرب زائد ing. احنا عارفين ان was بتاخد I he she it، where بتاخد we you they. طيب لو هننفي was، wasn't where weren't، بيعبر عن ايه ماضي مستمر؟ فعل استمر فترة في الماضي، او فعل محدد الزمن يعني معروف الساعة كام في الماضي حصل الفعل. فعلين بقى حدث في وقت واحد اللي هو تزامن، لما نقول دلوقتي قاعدة ويل بقى، وفعلين أو حدثين تقاطعا في الماضي. وزي ما قلنا في تقاطع يبقى في حدث كان ماضي مستمر وجه ماضي بسيط هو اللي هيقطعه. تعالى خد قاعدة ويل وقاعدة وين. ويل ركز لي قوي على أول اتنين بس منها. ويل ماضي مستمر ماضي مستمر، او ماضي مستمر ماضي بسيط، ودي اكتر واحده تركز عليها هنا. اوكي، يبقى ويل ماضي مستمر ماضي ايه؟ بسيط. وطبعا ويل بتساوي just as واز. ويل دي ينفع يجي بعدها اي ان جي؟ اذا كانت الجمله بدون فاعل، وديورينج بيتبعها اسم. قاعده وين بقى؟ وين هيجي بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر. ركز لي انت على اول واحده دي بس، اللي هي ايه؟ دي اللي هي ماضي بسيط ماضي مستمر، اللي هي عكس قاعده وايل. وين هنا معناها عندما، امال وايل كان معناها ايه؟ اثناء او بينما. خد لي المثال الثاني ده اللي هو وايل اي ووز بلاينج تشيس، اثناء ما كنت بلعب شطرنج ذا تليفون رانج، التليفون ايه؟ رن. طب تعالى خد لي بقى قاعده على وين. When accident happened، عندما الحادثة حصلت، I was talking، طبعا دي talk اللي هي اللي فيها silent يتكلم، I was talking on phone، كنت بتكلم فين؟ في التليفون. اوكي، دي كده بالنسبة لقاعدة when وقاعدة why. يبقى when هتركز على قاعدة ماضي بسيط ماضي مستمر، why عكسها ماضي مستمر ماضي بسيط. اوكي،
تعالى كمان على حاجة اسمها ضرورة وإجبار في الماضي أو في المضارع الأول، اللي هي ماست. ماست دي بيجي قبلها فاعل. ماست زي ديدنت كده، وديد بتاخد الكل سواء كان مفرد أو جمع. هيجي بعدها مصدر، نفي ماست، مصنت. ولما بتيجي في أول الكلام بيبقى سؤال بمعنى هل. تعالى نشوف كده الأمثلة. بس طبعا لو هنعمل سؤال عادي بقى بنجيب أداة الأول، بعد كده ماست أو مصنت وفاعل ومصدر. هتيجي تقول لي كده you must sleep early، يبقى هنا دي فيها ضرورة، and get up early دي فيها ضرورة أو إجبار في المضارع. he mustn't smoke دي فيها منع بقى، منع وحظر. must you shout يعني هنا بقى سؤال بمعنى هل، وبيعبر عن الضيق. خلي بالكم must you shout لازم تزعق، يعني الإجابة هتكون no I mustn't. where must we go on holiday هنا سؤال عادي، أين يجب أن نذهب؟ هتقول we must go to Alex اللي هي ألكساندريا. طب عايزين نعمل سؤال منفي، what mustn't you do when you are ill، ماذا يجب ألا تفعل عندما تكون مريضا؟ هتقول لي I mustn't eat a lot of sweets، يجب ألا أكل الكثير من الحلوى. وعندك كمان هنا حاجة مع must، إن هي بتيجي برضو مع الضمائر عشان تعبر عن نصيحة قوية، وبتعبر عن إلزام نابع من داخل الشخص. يعني ما تيجي تقول لي I must play sports often أو more often، وهنا تقول لي we must buy presents for our friends. دي هنا بتكلم على طبعا تذكرة داخلية من داخل الشخص نفسه، وكمان بيكون دعوة أو عزومة صادقة. You must visit us and have dinner with us. ممكن تتكلم عن نصيحة قوية وقوانين وقواعد، طبعا عادي خالص جدا جدا، وإحنا هنقرأ دول قراءة سريعة. مثلا هنا You must play sports to keep fit. You must play لازم تلعب رياضة. We must wash أو you must wash your hands before meals. هنا أمر بقى، لازم تغسل يديك قبل الوجبات. Micro أو motorcycles must wear helmets. دي قوانين عامة بقى، يعني الناس اللي بيركبوا دراجات في السباق لازم يلبسوا helmets يعني خوذة. تعالى نشوف الجزء اللي بعد كده. احنا هناخد هنا بقى في الجزء دوت بدائل must، اللي هو ايه بقى؟ ركز على اول واحدة اللي هي have to دي و has to، وسيبك من need to دي. have to اللي هي معناها يجب ان بديل لايه؟ لmust. ونفيها don't have to دي برضو معناها مضطر ان، دي بقى غير مضطر. has to معناها مضطر بس دي مع الجمع ودي مع المفرد. ونفي has doesn't have، خلي بالك doesn't ايه؟ have. يبقى have to مع الجمع ونفيها don't have to دي عدم ضرورة. has to و doesn't have to مع المفرد. تعالى ناخد مثال هذا اللي كده. ما اقول لك مثلا we have to wear uniforms، احنا مضطرين نلبس اليونيفورم if we will go to school، لو كنا هنروح لايه؟ المدرسة. we don't have to eat now، احنا مش مضطرين ناكل دلوقتي. we are not hungry يعني احنا لسنا جوعانين. هنا دي ضرورة ودي عدم ضرورة. خد مثال على المفرد، he has to، سيبك من good، he has to wear seat belt. seat belt اللي هو حزام الأمان. when he drives عندما يقود لازم يربط حزام الأمان. النفي بقى أو عدم الضرورة، he doesn't have to take a taxi، he isn't late، يبقى هو مش مضطر ياخد تاكسي لأنه هنا مش متأخر. وبكده خلصنا الجزء ده. تعالى بقى نشوف الجزء السؤال، do you have to wear that tie. طبعا ده سؤال بمعنى هل، do مع الجمع و does مع المفرد. هتقول does he have to revise for exams أو does she need to get up early، هل هي مضطرة تصحى بدري. is it necessary، طبعا ده خدوه قراءة كده، is it necessary for her to get up early. تعالى نشوف اللي بعد كده. عندك شوت بقى بتاعت النصيحة اللي هي أيضا بتاخد كل الضمائر سواء مفرد أو جمع، وبيتبعها مصدر infinitive. نفي should shouldn't، دي ينبغي أن ودي ينبغي ألا أو لا ينبغي. هتجيب لي should في الأول بعدها فاعل ومصدر، يبقى سؤال بمعنى هل. هتعمل سؤال عادي يبقى هتجيب الأداة وبعد كده should أو shouldn't والفاعل والإيه والمصدر مكملات وquestion mark.
المثال you should play sports to keep fit أو شهد shouldn't talk in the class. Should أحمد eat fruits? Yes he should. What should زينب do? يبقى نقول she should read English. What shouldn't Sarah do at the library? يبقى سارة shouldn't eat at the library. ادخل على الجزء اللي بعد كده اللي هي ضمائر الوصل. ضمائر الوصل هنا اللي بتربط بين جملتين. تعال نبدأ مع الفاعل العاقل هياخد هو. هو معناها الذي أو التي أو الذين أو اللاتي للفاعل العاقل. طيب هو ليها بديل؟ اللي هو ذات. ذات. طب غير العاقل هياخد which. which برضو بتيجي معناها الذي أو التي بس لغير الإيه؟ العاقل. وبديلها ذات. لو هتكلم عن وقت أو زمن يبقى هاخد when. هتكلم عن مكان أيا كان المكان هاخد إيه؟ where. حيث أو حيثما. يعني مش هيجيب لك أول مفعول دلوقتي، بس لو جالك مفعول هتاخد whom. whose دي بتيجي مع الملكية، وسيبك من الاتنين اللي تحت دول دلوقتي. تعال خد مثال. أبو تريكا is the player، هو اللاعب who scored goals. لو ما لقيتش هو هتدور على ذات. طيب this is the car، هذه هي السيارة which I bought yesterday، للسيارة التي أنا اشتريتها. ما لقيتش which، دور على ذات. يبقى احنا قلنا ذات بتيجي مع العاقل وغير الايه؟ العاقل. انزل على المثال رقم 3-4. رمضان اللي هو شهر رمضان is the month that we or when we fast، عندما نصوم. طبعا لو ما لقيتش when هاخد in which، عشان ده شهر من شهور الايه؟ السنة. بس هو ان شاء الله هيجيب لكم when، يعني يجيب لك هو يا which مع غير العاقل يا when مع الوقت. وهننزل على المثال رقم 6. hospital is a place where doctors work، حيث يعمل الدكاترة. ده كده ملخص لضمائر الوصل. هندخل على الصفات. الصفات عندنا هي كلمة تصف الاسم وتأتي قبله. طب عندنا نوعين من الصفات، في صفة قصيرة وصفة طويلة. تعال نبدأ بالصفات قصيرة المقطع. في حالة المقارنة بين اتنين بنضع آخر الصفة ER وبعدها than. طيب لو تفضيل عليا بقى واحد على الكل، يبقى هنضع قبل الصفة ذا وبعدها EST زي الجدول قدامك ده كده. احنا من درجة أولى تانية تالتة، دي المقارنة ودي التفضيل العليا. هتيجي مثلا تقولي مثال زي تول، هتبقى تولر ذان يعني أطول من. طيب الأطول يبقى ذا تولست، شورت قصير، شورتر ذان أقصر من، ذا شورتست الأقصر. طب لو عندنا صفة آخرها حرف ساكن وقبله متحرك زي هوت فات ثين، هنضاعف الحرف الأخير يعني هوت هوتر ذان ذا هوتست. طب لو عندنا واي قبلها ساكن هتقلب زي بيزي أو ليزي أو إيزي أو هابي، يعني بيزي هتبقى بيزير ذان ذا بيزيست، وآخر واحد هابي هابير ذان ذا هابيست. تعالى نشوف اللي بعده. الصفة بقى الطويلة اللي بيكون فيها حرف متحرك أو أكتر من حرف متحرك بنقارنها بالحاجتين دول، مور طويلة ذان وليس طويلة ذان. التفضيل العليا هنقول ذا موست والصفة الطويلة، أو ذا ليست الأقل والصفة الطويلة. خد مثال لاين از مور دينجرس ذان إليفانت، مور صفة طويلة ذان. طيب ذا بايك از ليس إكسبنسيف ذان ذا كار، ليس طويلة ذان. تعالى بقى التفضيل العليا، أليكس از ذا موست بيوتيفول سيتي، ذا موست اللي هي التفضيل العليا دي. طيب انجلش از ذا ليست ديفيكالت سبجكت، وده جدول لمراجعة درجات الصفات الطويلة. عندك لو حالة تساوي بقى، هنعمل تساوي بين صفتين، يبقى از وتحط الصفة وبعدين از، يعني بين از زي ما قلنا. طيب عدم تساوي هنستعمل بقى قاعدة not as صفة as. تعال أخد مثال محمد is as tall as إمام، يبقى هنا دي في حالة تساوي بين الاتنين. وتعالى نشوف اللي بعده. في عندنا بقى، سيبك من اللي فوق ده، في هنا عندنا صفات شاذة زي good. good هتبقى better than the best وبتساويها will. طب bad هتبقى worse than the worst. تمام. وعندك
بادلي زيها بالظبط. طيب ميني وماتش الاثنين هيبقوا مور ذان ذا موست. طب ماتش يا مستر نفس القصة مور ذان ذا موست. طب ليتل هتبقى ليس ذان ذا ليست. طب فار فار دي بتبقى لها اتنين بقى، يا اما فارذر ذان ذا فارزست او فارذر ذان ذا فارزست. وأولد نفس الحكاية برضو لها اتنين، ليه بقى؟ بس انتوا هتركزوا على الأولى اللي هي أولد أولدر ذان ذا أولدست، اللي هي مقارنة مع السن خارج العائلة. عندك الظرف اللي هو بنزود للصفة اللي واي، يعني مثلا سلو هتبقى سلولي، كوايت كوايتلي، كويك كويكلي، لاود لاودلي، بيوتيفول بيوتيفولي. تمام؟ هنا مثلا عندك شهد is a quiet girl she speaks quietly. quiet دي صفة، انما quietly اللي اخرها اللي واي ايه؟ ظرف. بالظبط كده. تعالى على اخر حاجة عندك في الترم ده اللي هي تكوين الجملة في المبني للمجهول. عشان نعملها معلوم الاول هتكون في فاعل وفعل ومفعول. طب مجهول بقى لازم تبدأ بالمفعول وبعدين يكون عندك حاجة من افعال to be اللي هي am is are وتصريف ثالث للفعل، وبعد كده باي والفاعل. خد مثال ضي makes a cake for the family. يبقى ضي هنا فاعل، makes الفعل، a cake مفعول، دي مكملات. يبقى هنعملها بقى مبني للمجهول، هنبدأ ب a cake. a cake is made for the family by ضي. دي كده مبني للمجهول. مثال كمان منفي بقى، they don't waste water. يبقى water isn't wasted by them. طب سما can help sick people. يبقى sick people can be helped by mean by سما. طب ينفع يجي سؤال؟ ينفع. who answers the question correctly. مين جاوب السؤال صح؟ هنعمله مجهول ازاي بقى؟ يبقى who is the question answered correctly by. ده كده تكوين المبني للمجهول، وبكده انتهت يونت 6 عندنا وانتهت قواعدنا في الجزء دوت او الترم ده. ما تنسوش بقى حبايبنا الشطار كده دعم قناتكم، سبسكرايب لايك وشير وكومنت، ودعواتي ليكم بالتوفيق، وانتظروا كل جديد دايما وتفاعلوا معانا عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر محمد الجاهز.